تعليقك بقى على الكلام ده بما انك ضفتي النهارده. احمد الفيشاوي اظن انت عارفاه وكلنا عارفينه، بيحب يتكلم كتير وبلا بلا 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 كتير، بس لذيذ ودمه خفيف وقلبه طيب، بيغلط وبيقول كلام فاضي كتير بس في الاخر قلبه طيب جدا. فعلا عرض عليكي الجواز ولا كان بيهزر؟ بيهزر. عرض عليك جواز امتى يعني؟ هو نفسه بس ما جاش قال لي انا عاوز اتجوزك. لا. طب لو قال لك؟ لا.